السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة المرحلة الثانية لقسم هندسة تقنيات الحاسوب في كلية حدباء الجامعة، اليوم سوف نتطرق في موضوع تطبيقات الحاسوب على موضوع جديد ومفيد لكم في الهندسة، ألا وهو حساب المحددات المصفوفة باستخدام برنامج ماتلاب. إذن نتعرف ما هو المحدد وما هو استخداماته وكيف يستخدم في برنامج ماتلاب. Determine أقصد بها المحدد، مختصره DET كما نستخدمه في الرياضيات. ما هي الصيغ التي يمكن استخدامها أو كتابتها في برنامج ماتلاب للمحدد Determine؟ Determine يكتب بهذه الصيغة DET بين قوسين اسم المصفوفة، هذه صيغة، وممكن أن نضع قبل هذا الأمر دي يساوي أو أي رمز أنت تشاء لكي نخزن نتيجة هذا الإعاز في متغير ما. إذن هذه هي الصيغة العامة التي يمكن أن نستخدمها لحساب الديترماين. الوصف، الوصف لهذا الإعاز هو يرجع مصفوفة قيمة المحدد لمصفوفة مربعة، إيجاد محدد لمصفوفة مربعة ويضعها تحت متغير أنت تحدده. إذن ننتقل إلى مثال. اليوم مثالنا بسيط جدا لمصفوفة مربعة 2×2، عندك ماتريكس A ألا وهي مصفوفة A تساوينا عبارة عن 2×2. المطلوب هو حساب الديترماين للمصفوفة A باستعمال برنامج ماتلاب. لو نريد أن نحل هذه المصفوفة بالطريقة الرياضية، لو أردنا حل هذه المصفوفة بالطريقة الرياضية كيف؟ نقول determine للمصفوفة A تساوي القطر الرئيسي ضرب بينهما والقطر الثانوي ضرب بينهما، والطرح القطر الرئيسي من القطر الثانوي بعد ضرب كل عنصر منهما، كما سوف ترى 2×6 ناقصا القطر الثانوي 1×5 ناقصا مضروب القطر الثانوي 1×5. بهذه الصورة نحن حلينا هذا رياضيا، وهذا يؤدي إلى ماذا؟ هذه نتيجتها 12 وهذه نتيجتها 5، 12 ناقصا 5 وتؤدي النتيجة إلى 7، فستكون النتيجة 7. إذن هنا حلينا هذا المثال باستخدام المصفوفة 2×2 وجدنا المحدد. لو كانت مصفوفة 3×3 أو 4×4 هنالك طرق واستخدام وآلية أخرى في حسابها رياضيا، ولكن في برنامج ماتلاب هو نفس الطريقة، هو إعازة الماين. لننتقل الآن كيف نستخدم ذلك في ماتلاب. نأتي إلى برنامج ماتلاب، هذا هو برنامج ماتلاب. نذهب إلى New Script ونكتب اسم المصفوفة A تساوي لنا 2×1 فرزة منقوطة 5×6 بدل القوس. إذا دخلنا المصفوفة بهذه الطريقة ونضع اسم المتغير الذي تخزن فيه المحدد determine as determine لإيجاد المصفوفة، محدد المصفوفة لما المصفوفة A، سد القوس وفارزة
منقوطة. بهذه الطريقة أعزائي الطلبة، نحن أكملنا كتابة البرنامج بهذه الصورة البسيطة، حتى لو كان لدينا مصفوفة 3 في 3، 4 في 4، 5 في 5، 6 في 6، مهما كان حجم هذه المصفوفة، ممكن استخدام معيار ديترماين لإيجاد محدد هذه المصفوفة. والآن ننفذ، نخزن النتيجة، فليكون بالدوكيومنتس تحت هذه المسمى اللي هو يس. Add to path، سوف نرى النتيجة المفروض تظهر لنا 7. تم تنفيذ النتيجة، والآن نكتب إيجاد دي، يظهر لنا قيمتها 7، أو كما ترون هنا بالورك سبيس قيمة دي 7. بهذه الطريقة نحن أوجدنا المحدد لهذه المصفوفة باستخدام برنامج ماتلاب. إلى هنا تنتهي المحاضرة، شكرا جزيلا لكم لإصغائكم، مع السلامة.